اهلا بكم مشاهدينا مرة اخرى من على المقهى. هو المشهد الاكثر عبثية في مسار الثورة المصرية، معركة وشهداء ومصابين بين ابناء الثورة وبيد بعضهم البعض. نحن نتحدث عن احداث الاتحادية بالطبع التي اضافت مصابين جدد لمصابي الثورة، ثورة 25 يناير. السؤال، هل سيتم اضافتهم لصندوق رعاية الجرحى والمصابين ام لا؟ سنتعرف منهم هم، وهم معنا الان على المقهى. استاذ محمد رشاد محامي، اهلا بحضرتك، وحاكم كره قدم بالاتحاد المصري سابقا، اهلا بحضرتك، واستاذ احمد زيدان، واستاذ سيد الجعفري، واستاذ مصطفى عبد المنعم وهو اخو محمد عبد المنعم من مصابي الاتحاديه. وارجو ان لا يتطرق الخلاف، يعني الموضوع الى الخلاف السياسي ومين بدا، لانه مش هي دي القضيه دلوقتي. مش هي دي قضيتنا، ان هو علاج مش طالبين غير العلاج. حضرتك احنا لما اتكلمنا مع الصندوق قال لك احنا ما قابلناش حاله الاتحاديه، احداث الاتحاديه احنا مش ما قابلناهاش. حضرتك انا ورحت قدمت شكوى في مجلس الوزراء على اساس ان احنا يعني المستشفى برضو طلبت مننا فلوس حضرتك، وكمان يعني الاستاذ تيمور مدير المستشفى يعني الله يبارك له، الراجل يعني تقبل الحاله وقعدوا في المستشفى لحد ما الصندوق هيفتح، الله اعلم هيفتح امتى، يعني لحد ما الصندوق يفتح ويبعتوا الجواب بتاعه. طيب انا عندي سؤالين مبدئيا. هو انتوا ليه متعلقين بفكر صندوق المصابين اللي يعني الواقع بيقول كده انه ما قدمش كتير حتى لمصابين الثوره نفسهم؟ دي حاجه. حاجه تانية، انتوا ليه متخيلين او ليه يعني من المفروض انه الصندوق يحسبكوا على مصابين الثوره؟ هل لان انتوا كنتوا بتتخانقوا في مظاهره؟ اتصبتوا في مظاهره؟ هو حضرتك، هو محمد اخويا كان بيشيل كان خارج هو واصحابه في شارع المرغني، ده اول حاجه يعني. بغض النظر، لكن هو اتصف في الاتحاديه. اتصف في الاتحاديه تمام. حضرتك بطلق ناري حي، ليه من المفروض انه بطلق ناري حي دخلت هنا واستقرت في العمود الفقري تمام، عملت له شلل نصف وعمل عمليه وشالت طلق. طيب وقدمنا مستندات للنيابه والجات حققت معاه وقال لهم على كل حاجه حصلت. هو حضرتك كان بيشيل المصابين؟ ايوه، يعني بيشيل مصابين او ما بيشيلش، مش هي دي القضيه. القضيه هو ليه متخيل انه صندوق اسر الشهداء والمصابين بتاع 25 يناير هيحسب المصابين دول معاهم ليه؟ ايوه، ليه الصندوق يعمل كده؟ ليه؟ انا مش فاهم. المفروض يعني ان هم ليه المفروض بقى؟ المفروض ان هو يعني حضرتك هو مصري. انا فاهمه انه مصري، يعني المفروض يعني احنا كل في ناس كتير بتبقى على قد حالها تمام. حضرتك المستشفى يعني طالبه فوق ال 20 وال 25 الف، هي دي كل النقطه. بس احنا طالبين علاجه مش طالبين حاجه اكتر من كده. موضوع ان الصندوق ياخدهم او ما ياخدهمش، احنا لسه لحد النهارده في ثوره. حتى بعد ما رئيس جالنا احنا شايفين ان في قرارات منه خاطئه، فاحنا في ثوره لحد ما يحصل اللي احنا عايزينه، اللي احنا طلعنا ليه، واللي احنا في ناس ماتت علشانه في 28، اللي في ناس اتصابت علشان لحد النهارده بتتعالج بسببه، احنا في ثوره. فيبقى حق الدوله على المصابين في الوقت الحالي في اي احداث ان هي تشيلهم. انت اتصبت ازاي؟ احنا كان حصل يوم الثلاث، طلعنا الاول مليونيه اللي طلعناها في الاتحاديه. فالحمد لله يمكن المليونيه عدت بخير، وشاهد بذلك يمكن الحرس الجمهوري ان احنا ما احتكناش بيهم ولا دخلنا قصر ولا عملنا اي حاجه تلبسنا كلها. انت اتصبت ازاي بقى؟ يوم الاربعاء حصل اللي حصل بعد العصر مع زمايلنا المعتصمين جوه في الاتحاديه. فنزلنا في مسيره وكان معايا سيد، ورحنا وطلعنا من سرايا القبه. انا طالع على كرسي متحرك. وصلنا لحد هناك وبدانا نهتف، فجاه لقينا الضرب اشتغل بقنابل مسيله للدموع ومفيش شرطه ولا في جيش ولا اي حاجه، وضرب خرطوش وضرب حي. رجعنا لورا عند المراوي. فاحنا واحنا بندخل قدام في واحد زميلنا، واحد مضروب بالرصاصه والتاني مضروب بخرطوش ومش قادر يمشي ووقع، فبنشيله وبنرجع بظهرنا. وانا راجع طلع واحد هو لابس جلابيه بيضاء قصيره كده، وبدأ ومعاه زي السلاح كان قنابل مسيله للدموع رفيعه جدا دي، وقام ضربها في وشي، عملت لي زي كسر مضاعف وفي تاثير على العين كمان لسه دوت بعد شهر لما اشوف بس الكسر بتاع مرخيه لم ولا لسه. بس عايز اقول له ليه، يعني انت ضربتني ليه؟ هو انا عملت لك ايه؟ طيب. انا لحد النهارده في علاجي. هو تلاقي حد ضربه برضه هو الثاني. استاذ محمد، حضرتك اتصبت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اولا انا كنت رايح اتحاديه، الهدف الاساسي ان انا كنت رايح اتحاديه تاييدا لقرارات الدكتور مرسي وتاييدا للشرعيه اللي جه بيها الدكتور محمد مرسي بانتخابات نزيهه شهد بيها العالم كله في مصر والجانب الاقليمي والجانب الغربي الامريكي كله. فانا كنت رايح الاتحاديه تاييدا للشرعيه وتاييدا لقرارات دكتور مرسي، دي اول حاجه. تاني حاجه الاصابه بقى الاصابه هذه الاصابه ان انا صليت في مسجد عمر بن عبد العزيز الملاصق لنادي هليوبلس امام قصر الاتحاديه من امام شارع المرغد، فكان عدد الخيام اللي موجوده حوالي 10 او 12 خيمه او اقل من كده يعني. فاحنا كنا موجودين صلينا العصر وخرجنا قعدنا نهتف لدكتور مرسي وتأييدا لقراراته بس، والموضوع ابتدى ايه ينتهي بسهوله، في ابتدت خيم ابتدت ان هي تمشي لوحدها خلاص، وابتدينا احنا نشيل معاهم ونساعدهم. انا عن نفسي شايل خيم ساعدناهم لشال الخيم بتاعتهم المعتصمين. انا بقول لحضرتك 12 خيمه لان زي الاخ ما قال كده هم كانوا موجودين يوم الثلاث خلاص وانهوا اعتصام، عايز اسرع شويه لانه احنا موضوعنا وانهوا اعتصامهم يوم الثلاث اللي بقى حوالي مثلا 10 او 12 خيمه بالكثير قوي. طيب اتفضل. برضه اتصبت ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، شلنا الخيام وهم شالوا خيام وساعدناهم خرجنا الخيام بتاعتهم لغايه شارع الخليفه المامون. ده الكلام ده في صلاه العصر. فوجئنا بعد صلاه المغرب هم اللي لا هم اللي طلبوا مننا، والله هم اللي طلبوا مننا. ما علينا، انا بقول لحضرتك في ولد اسمه سيف. انا بس عايز اعرف حضرتك اتصبت ازاي لانه ما عنديش وقت. انا بقول لحضرتك انت بتساليني فانا بقول لك. طيب اتصبت ازاي بقى؟ ازاي؟ المهم فوجئنا، الكلام ده كان العصر، فوجئنا الساعه 7:30 يعني افراد كثيره جدا 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 جالنا من ناحيه روكسي ومن ناحيه شارع الخليفه المامون. وابتدوا بقى الضرب بطلق ناري حي وكنابل مسيله للدموع وميليتوف وكل وسائل الضرب. حضرتك جالت لي اصابه رصاص اخترق عينيا الشمال عمل كسر في العدسه وتهتك في العصب البصري يعني اليسرى ازاي، ومعايا تقرير من مستشفى الدمرداش بالكلام ده كله. تمام. هل انت برضه مشكلتك انه انا مصدقك، هل انت مشكلتك برضه انه لا ده تقرير، ده تقرير أيوة. من مستشفى حكومي، مش بقول طبعاً. ان انا مشكلتي العلاج ولا الصندوق ولا مشكلة حضرتك لا. ايه؟ لا انا جاي عشان حضرتك الطلب بتاعي ان انتوا طلبتوني عشان احدد الاصابه وايه اللي حصل. لا يعني لكن انت مش عايز تحسب على المصابين او على صندوق المصابين؟ يا فندم انا خارج عندك مشكله؟ لا انا خرجت. يعني انت ممكن تتعالج بفضل الله، مش عايز حاجه من الصندوق بفضل الله. انا خرجت سبب خروجي ان انا خارج عشان خارج بلدي يا استاذ، مش عشان خاطر ان انا فاكر كل اللي كانوا هناك كانوا رايحين عشان ده. انا خارج علشان بلد انا التاني استاذ، انا بقى مش عايزه الموضوع يمشي في هذا الاتجاه. انا بس بسال سؤال، انا بس بسال. لا انا محدش قال ان انت مش خارج عشان انا ما عنديش اي مشكله حضرتك مع الصندوق، ما عنديش اي مشكله. طب انا سؤالي انا تم اصابتي يوم 28 يناير حصل كسر. فانت اوريدي من مصابين الشمال بالظبط كده؟ لا وما قدمتش في مصاب الصدر، ودي عملت لي مشكله كبيره جدا جدا مع اهلي واخواتي ومع زمايلي في مجال التحكيم. طيب فانت هتعالج نفسك على حسابك بفضل الله ان شاء الله باذنك يا رب. طيب باذنك. طيب اتفضل يا سيد. حضرتك انا عايز افهم حاجه، هو احنا مش من حقنا ان احنا نتعالج في البلد دي ولا مش من حقنا؟ انت مش من المصابين الاتحاديه. انا على فكره مصاب 28 ومحمد محمود وكنت موجود في الاتحاديه. مش من حقنا ان احنا نتعالج في البلد دي؟ حضرتك اللي انت ما تعرفوش احنا لولا استاذه هبه السويدي. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي دلوقتي ان رجليها بايظه بعد ما ابتديت ان انا اقف على رجلي من الظلم اللي في الدوله. ضابط شرطه اعتدى عليا وضربني. ايه عشان عملت كده؟ عشان كل دوت، عشان ماشي وفي عربيه جايه عكس وبقول له العربيه جايه عكس. ليه وليه ان انا قلت كده؟ مسكني ضربني وفي شهود كتير جدا من المستشفى واحتجزني في المستشفى. طيب انتوا عايزين تدخلوا. انا عايز ارد على حاجه بس يا استاذه محا. انا مش عايزه اتطرق الى الخلاف السياسي. لا لا انا لا عايزه. مش هتطرق للخلاف السياسي يا استاذه، احنا ما بنتكلمش في السياسه. احنا مش هنفضل معتمدين على استاذه هبه السويدي، هي كتر خيرها استاذه هبه. كتر خيرها. بصي انا هتطرق لحاجه معينه، ان هو بيقول ان هو كان نازل علشان يأيد
قرارات الدكتور محمد مرسي. انا كنت نازل معارض للدكتور محمد مرسي. هو بيقال معلش يا استاذ، هو بيقال انه احنا اللي ضربنا قنابل مسيله للدموع وحي وخرطوش، ده خالي من الغلط. طب وانت لان هما اللي ضربوا الكلام ده. ماشي. انا عايز اقول حاجه، في ناس دي كانت هناك يوم الثلاث. انتوا قضيتكم دلوقتي الصندوق او الدوله، ما دام اسم الصندوق بيزعل الدوله. أحمد. الصندوق أحمد. يشيل مصابين الثوره اللي هما مصابين الثوره في الاتحاديه، اللي هما انت حاسب نفسك عليهم دلوقتي. انت دلوقتي حاسب نفسك عليهم صح؟ استاذ، طيب لما رحتوا الصندوق قالوا لكم ايه؟ الصندوق قال لك ما عندناش، قال لك لسه النهارده انا كنت قرارات نزلت ليكم، مع ان طلع قرار حضرتك، طلع قرار وقت يعني تاني يوم احداث الاتحاديه، قال لك نحن نعالج، احنا هنعالج المصابين واسر الشهداء وكده يعني. بس ما قالش تبع الصندوق، لان انا فاكره هم ما قالوش تبع الصندوق، طلع قرار واضح وصريح ان هم قال لك احنا هنعالج المصابين، يتعالجوا على حساب الصندوق. القرار كان ايه يا استاذه؟ ان هم هيعالجوا المصابين. اقول لحضرتك ان الرئاسه القرار ده ما مشيش، مدير المستشفى نفسه متعاطف مع الحالات دي اللي هو دكتور. أيوة، تيمور مدير المستشفى ده دكتور، هيتعاطف مع اي حد مصاب، ده متعاطف معاهم جامد جدا يا استاذه. انت عارفه احنا مصابين 28. طيب موجودين في التاسع. انا طالب بايه يعني؟ احنا بنطالب بان الدوله في مصابين للاتحاديه، محمد عبد المنعم سواء انا سواء غيري ليهم علاج موجود في المستشفى حاليا الدكتور تيمور، ومدخلنا على اساس ان هو ما ينفعش ياخر حالات. يعني هو شايف ان حاله محمد ما كانتش تقدر تاخر حالات. الرساله الاخيره اللي بتوجهوها للرئيس، يا ريت زي ما طلعت الرساله الاخيره يعني تقلق في الناس المصابه. يا فندم انا عايز اقول حاجه بس بعد اذنك. رساله سريعه جدا، هي رساله سريعه جدا. في واحد صاحبنا اسمه احمد عبد الخالق، رجليه بايظه وامه واخده قنبله في وشه، رجليه بايظه وضربه صديد، والمستشفى العسكري ما رضيتش تقبله لان هو ما بيقبلوش الا العسكري مش المدني. الاتحاديه دلوقتي ايه الرساله اللي انتوا عايزينها؟ وبشكر الاستاذه هبه السويدي محمد مرسي ان هو يعني يبص للناس ديت بعين رحيمه، عشان هو قال دم الشهداء يعني والمصابين. الناس ديت رقبته، الناس دي مسلمين ومصريين. كلمه منك استاذ محمد قبل ما اختم الفقره دي. انا مش طالب اي حاجه من الصندوق ان شاء الله. استاذنك قبل الروح عايز اقول كلمه بعد اذنك. انا اقدر باذنك يا رب اعالج نفسي باذنك يا رب، واذا كان اخواني او اهلي وجيراني مصريين سواء مسلم او مسيحي اتمنى لهم الشفاء يا رب، سواء على حساب الصندوق او على مستوى عام وزاره الصحه ايا كان. المهم دول اخواتي. عايز اقول كلمه بس قبل انا هي كلمه بس صغيره، هي كلمه صغيره. الوقت خلص، انا اسفه جدا. انا بس عايز اشكر الاستاذ زيزو بشيري عشان هو واقف معايا جامد جدا بتاع الاتحاد المصري سابقا. اشكرك استاذ احمد زيدان، اشكرك استاذ سيد الجعفري، اشكرك استاذ مصطفى عبد المنعم اخو محمد عبد المنعم من مصابي الاتحاديه. اشكركم بس برضه اشكر الاستاذ زيزو بشير. بعد هذا الفاصل نلتقي مع لمبه جاز. بعد هذا الفاصل نلتقي.